السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بشوكولاتة العيد الجامدة جدا، وبلاش بقى مصاريف ولا تشتري ولا اي حاجة. اول حاجة هنعملها معانا النهاردة عشان نعمل شوكولاتة العيد، قلت لكم قبل كده ان انا هعمله معاكم، الحليب المكثف المحلى. عندنا لتر حليب وكوباية سكر ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقة زبدة. هحط السكر والفانيليا والزبدة على اللبن وهقلب، وبعدين هولع عليه على النار. النار لازم تكون واطية مش عالية، علشان انا لو عليتها على طول هتلاقوا اللبن صوت من تحت. طبعا دي مراحل بقى بتعدي، هو خد حوالي ساعة وربع او ساعة وتلت على النار الهادية مع التقليب، كأنك يعني بتعملي حاجة كده جنبه وتروحي بقى تقعدي تقلبي كل شوية. قوامه هو بدأ يتقل، انا طبعا بختصر لكم، ده قوام بدأ يتقل لحد ما وصل بقى للقوام ده، قوام بقى ايه شبه الطحينة كده شوية. بحط انا عندي بقى قد ايه جوز الهند اللي انتوا عايزينه. جوز الهند المقدار اللي عندي في الحليب المكثف دوت بياخد حوالي 3 كوبايات كبار جوز هند. بعد ما اقلبهم كويس قوي مع بعض وهي سخنة بيتقلبوا مع بعض عشان يدوا طعم حلو ويمتزج جوز الهند مع الايه الحليب المكثف. بشكلها انا بقى زي ما انتوا عايزين، انا شكلتها بايدي كده معلش يعني منظر ايدي، وممكن انتوا بقى تفردوها كده من كيسين زي ما انا هعمل، ممكن تكوروها براحتكم. لو عندكم بقى قطاعات او عندكم حتى اللي هي اللي في اشكال بتتباع مخصوصة للشوكولاتة، قلوب واشكال الشوكولاتة مخصوصة يعني، هي عندي بصراحة بس انا مرضتش اعملها، بتبقى هي بتتباع سيليكون. انا قلت لا، السنة دي هعمل شكل مختلف، هقطع بقطعات كده او تعملي دواير او قلوب او اي حاجه. بتكوني انت بقى حاطه على النار شوكولاته خام بتسيحيها على البخار، اهم حاجه يا جماعه هي بتتسيح على البخار وما بيتضافش عليها اي حاجه خالص، علشان بعد كده بتدخلي الشوكولاتات اللي انت بتقطعيها دي، الجوز الهند الممزوج بالحليب، بتحطيها في الفريزر تجمد. على فكره انت اساسا وانت شغاله فيها لو الجو حلو هتلاقيها مسكت نفسها تماما، لكن طبعا لو الجو حر علشان احنا في الصيف ما ينفعش خالص ان انت تنزليها في الشوكولاته وهي مش متبرده كويس قوي، لانك انت هتلاقي الجوز الهند كده اختلط مع الشوكولاته وهتلاقيها مش حلوه خالص، يبقى لازم ان احنا نبردها. انا حطيتها على بلاستيك اهو على صينيه وهدخلها على الفريزر 5 دقايق. بصوا مسكت ازاي نفسها. جبت عندي بقى الشوكولاته اهي بعد ما ساحت خلاص على البخار، شوكولاته خام برضو حوالي ربع كيلو كده وشويه صغيرين شوكولاته. بنزل بقى عليها بالكرات اللي انا عاملاها وبتطلعها طبعا على البلاستيك تاني وبتحطيها في التلاجة تاني علشان تجمد، وهيبقى عندك احلى واطعم شوكولاته عيد، لان الحليب المكثف المحلى ده طعمه كده لوحده حكايه يعني، طعمه جميل جدا. يا سلام بقى لما تخلطوه بالجوز الهند، انتوا مش متخيلين. عارفين كده زمان كان في شوكولاته اسمها جيرسي او شوكولاته باونتي اللي هي بتاعت الايام دي، شوكولاته احلى واطعم شوكولاته يعني، هتاكلها في حياتك وعيالك بعد كده هيقول لك يا ماما اعملها لنا في البيت ما تشتريش، فعلا طعمه جدا. طبعا انت عايزه بقى في الخطوه دي بقى تخلطي مع الجوز الهند مكسرات عندك مش عارفه ايه، تبقى شوكولاته مكسرات بس ده شكلها، وبتكون جميله قوي. عملت عليها خطوط شوكولاته من فوق خام برضو، اهي شكلها بعد ما حطيتها في الثلاجه شويه مسكت نفسها اهي. ده بتبقى بتفضل متماسكه وقت طويل جدا جدا، مش بتسيح بسهوله على فكره، بتبقى طعمه قوي قوي، يا ريت تجربوها فعلا جميله. وطبعا بتطلع كميه كبيره قوي، مش هي دي الكميه اللي انا عملتها، لا كميه اكبر بكتير، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وكل سنه وانتم كلكم واولادكم طيبين.